مجال التهديف وفرحة كبيرة لإسلام سليماني. طبعا يعود للتهديف بملعب 5 جويلية الأولمبي، فرحة لهذا اللاعب وأيضا للأنصار والجمهور الرياضي الذي تنقل بقوة. نشوف هنا توق المحرز تفوق ومرر بدكان في عمق دفاع فريق غينيا، ولكن المتابعة كانت من إسلام سليماني أمام 3 مدافعين. عبد النور يتمكن من وضع الكرة يعني داخل الشباك. يعني لقطة جميلة بين يعني تمريرة غلام نحو يعني نحو محرز، يعني دخول محرز قطع يعني الكرة للمدافع ويعني